And I'm quoting here the working group for arbitrary detention, where they stated that the arbitrary detention, the systematic torture, are demonstrating a systematic problem within the criminal justice system in Bahrain. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين وبالتنسيق مع عدد كبير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية عقدت ندوة في مبنى هيئة الأمم المتحدة في جنيف حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. الندوة عقدت بالتوازي مع الحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان في دورته 30. الحمد لله الفعالية كانت ناجحة، كان القاعة مليئة، قام بالحضور حوالي 30 بعثة دبلوماسية في الحضور، غير عن المنظمات الدولية، وكانت برعاية سيفيكوس الفيدرالية، بين أن كايرو إنستيتيوت، مجموعة من المنظمات المحترمة المشهورة دوليا كانت برعاية هذا هذه الفعالية، غير عن طبعا المنظمات البحرينية. أوضاع حقوق الإنسان تتدهور في البحرين بشكل متسارع، وبما يؤثر على الوضع الحقوقي في منطقة الخليج. اليوم يعني للسنة الخامسة على التوالي كل أشكال الانتهاكات ما زالت مستمرة بالبحرين، بالرغم من توصيات الدكتور بسيوني وقف جلالة الملك وأقر فيها ولا تنفذ منها شيء. 187 توصية في اليو بي آر 2012. المجتمع الدولي يناشد السلطة في البحرين، ولليوم الحال أسوأ في البحرين. تلك الأوضاع تثير قلق المجتمع الدولي وقلق المنظمات الحقوقية التي حضر ممثلوها إلى هذه الندوة. While Bahrain has actually adopted its own resolutions from the BC and has adopted many recommendations here from its own UPR, we are still not seeing any improvement for human rights defenders in the country. We are still seeing too many are actually in the prison. We are absolutely very, very concerned what is happening to the Al-Khawaja family, what was happening to Nabil Rajat just for tweeting for his rights and for the rights of people. وتلك الأوضاع المتدهورة أيضا دفعت ب33 دولة إلى إصدار بيان مشترك عند افتتاح الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان دانت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين دانها المجتمع الدولي، لكن المشاركين في هذه الندوة اعتبروا هذه الإدانة غير كافية لوقف هذه الانتهاكات، ولذلك فهم يدعون المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أشد تتمثل بإصدار قرار ملزم للبحرين باحترام حقوق الإنسان. ساهر عرايبي للبحرين اليوم من مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف.